طيب الجزئية التانية وهي متعلقة بالموسم الجديد، احنا بنتكلم على استعدادات الأهلي، لكن الموسم الجديد بالنسبة لاتحاد الكورة ازاي بيستعد بالنسبة لملف التحكيم، خاصة بعد ما تولى مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الإنجليزي السابق رئاسة اللجنة خلال الفترة اللي جاية. في كلام مهم جدا متعلق بالقائمة الدولية، هفتح الملف ده من دلوقتي لأن الناس ممكن تقول لي طب إحنا إيه علاقتنا بالقائمة الدولية؟ إيه علاقتنا بملف التحكيم؟ لأ، ما أنا دايما عندي مبدأ، عمري ما هتكلم على خطأ حكم بسبب صفارة أو تسلل أو ركلة جزاء أو غير كده. أنا دايما منظوري على التحكيم من الهرم، من الأساس، رأس الهرم من فوق، مين اللي بيدير المنظومة؟ هل المنظومة ماشية صح ولا لأ؟ هل في تشكيل جديد للجنة الحكام الفترة الجاية ولا لأ؟ هل في مشكلة في موضوع القائمة الدولية ولا لأ؟ هل في مشاكل في الكشف الطبي للحكام الدوليين الفترة الجاية ولا لأ؟ مين اللي هيشرف على اختبار البدني للحكام الدوليين في منتصف شهر 9؟ هل اتحاد الكرة قبل 25/9 هيقدر يبعت الأسماء بدون أي مشاكل ولا لأ؟ كل التفاصيل دي بالتأكيد أحاول أتناقش فيها مع حكمنا الدولي السابق والمحاضر الإفريقي والخبير التحكيمي هنا معانا في قناة النادي الأهلي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مساء الخير على حضرتك. السلام عليك كابتن محمد، ازي حضرتك؟ وتحية ليك وتحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هفتح ملف مهم جدا وهو متعلق بالقائمة الدولية، والنهاردة احنا بنتكلم 6/9، يعني بنتكلم قبل 19 يوم من إرسال القائمة. سمعت ان في مشاكل في موضوع الكشف الطبي بالنسبة للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية. سمعت ان مدير لجنة الحكام الكابتن أحمد أبو العيلة ما تمش التحضير لمكان الكشف الطبي، وأيضا كمان المكان اللي هيتم فيه انعقاد الاختبار البدني. المشرف على الاختبار سمعت وجات لي معلومة إن هيكون الكابتن عصام عبد الفتاح، وده بالنسبة لي شيء غريب جدا ومفاجئ، لأن كان دايما بيجي إمباكي من السنغال من قبل الاتحاد الإفريقي هو اللي يشرف على اختبارات الحكام الدوليين. إيه اللي بيحصل في موضوع القائمة الدولية يا كابتن ناصر؟ طيب خليني أقول لك يا محمد، أنا أولا بحييك جدا جدا، بحييك وبحيي البرنامج بتاعك، وبشكرك طبعا لأنك أنت حريص جدا على أنك أنت تتكلم في عنصر مهم جدا وهو عنصر التحكيم. وبحييك أيضا أنك أنت بتجيب لنا المعلومة من المصدر، سواء كانت عن التحكيم المحلي أو التحكيم الأفريقي أو الدولي. يعني خليني أقول لك بأمانة مش مجاملة، يعني أنا ببقى سعيد جدا جدا بحضرتك لما بتبحث وتجيب لنا المعلومة، خاصة دي آخر حاجة كانت الترشيحات اللي هي بعتها الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية الخاصة بالحكام الدولي. كابتن محمد، حضرتك بتتكلم في ملف خطير جدا 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 جدا، مش هيعرف حد يتكلم في الموضوع ده لما يكون فعلا عاشه واشتغله وشافه، لان حضرتك بتتكلم في موضوع كشف طبي. لا، هو المشكله مش في كشف طبي بس يا كابتن محمد، خليني ابدا معاك. نمره واحد، بالله عليك النهارده احنا بنتكلم في حدث كبير يا كابتن محمد. هذا الحدث ينتظره كل الحكام المرشحه، سواء كان في كره القدم اللي هي خاصه في الميدان او كره الصالات او الكره الشاطئيه او كل العناصر بتاعه القائمه الدوليه سواء سيدات او رجال. دي نمره واحد. طيب فين الحكام اللي مترشحه؟ هل النهارده انا النهارده كاتحاد ولجنه حكام المفروض بتعلن على موقع الاتحاد الحكام اللي لهم حق الترشيح للقائمه الدوليه؟ اللي هي كابتن في حاجه اسمها اللائحه كابتن محمد، دي نمره واحد. اللائحه دي بتقول ايه؟ مين اللي هيترشح ومين اللي مش هيترشح؟ النهارده لحد دلوقتي احنا مش عارفين. طبعا السبعه الدوليين في الحكام الميدان احنا عارفينهم، ولكن هناك حكام في الميدان ايضا مترشحه. اكيد. نفس الشيء في الحكام المساعدين، نفس الشيء في حكام الصالات وهكذا. يبقى انا نمره واحد النهارده بتكلم على الف ب، انا بحط الحكام المترشحين والدوليين اللي هم كلهم هيخشوا الاختبار بحطها على موقع الاتحاد. ده طبعا ما حصلش للاسف الشديد، ما حدش عارف مين هيترشح ومين مش هيترشح. نمره اثنين، طب ايه هي شروط الترشيح وايه هي المفروض الحكم يعمله عشان يجتاز هذه الترشيح؟ احنا بنتكلم في كشف طبي نمره واحد، كشف البدني نمره اثنين. خلي بالك يا كابتن محمد، ده فيه كمان في عندنا الامتحان اللي هو عباره عن فيديو تيست واوف سايد تيست، امتحان القانون، ده كله ده باللغه الانجليزيه. هل تم الاعداد لتقييم الحكام في اختبارات؟ يعني النهارده هتاخد تقييم الفني للموسم السابق للحكام كلها يا كابتن محمد.
بنديله درجه مثلا سي 50%، وبنيجي لامتحان اختبار الفيديو تيست والسايد تيست، اختبار القانون، اختبار اللغه الانجليزيه كمان بنديها 50، بنجمع الاثنين وبنشوف مين الافضل وبده يتم ترشيحه. الكلام دوت هل تم اعلان عنه في على موقع الاتحاد؟ طبعا الكلام ده ما حصلش. مفيش حاجه. طيب ميعاد الكشف الطبي فين يا كابتن؟ ميعاد الكشف الطبي حتى الان الحكام مش عارف. طيب اختبار البدني، طيب انت هل الاختبار البدني كانت محامي النهارده؟ انا بحدد 14 و15 يا كابتن محمد. طيب لا قدر الله، لا قدر الله ده وارد، ممكن يحصل حكم دولي موجود في القايمه وعايز اعمل له اعاده. الله اكبر عليك. وانا عندي اخر ميعاد في القايمه الدوليه يوم 25/9. انا النهارده من الوقت بقول يا جماعه اللي مش هيوفق في الاختبار عنده اعاده تاني عشان اقدر ابعت القايمه مثلا يوم كذا. يبقى الكلام ده المفروض يكون واضح للكل. اكيد كابتن الشفافيه والوضوح لابد ان هي تكون موجوده، موجوده في الحدث الكبير ده. السؤال الثالث والمهم، من هو الذي سيختار القائمة الدولية يا كابتن محمد؟ دي عملية صعبة جدا. ده سؤال مهم جدا. مين هو اللي يختار؟ هل هو أحمد أبو العيلة مدير اللجنة لوحده؟ هل هو حد هيكون موجود معاه يعني عشان خاطر لأن المفروض إن يكون في شفافية في اختيار، في اختبارات هتتعمل، اختبارات هتتصحح، لابد إن كل حكم ياخد حقه عشان في الآخر خالص لما بطلع بالنتيجة لابد إن أنا أطلع بالنتيجة كل النتيجة تطلع على موقع الاتحاد. أكيد. يعني ناصر عباس أو محمد سعيد كنا مترشحين، بتقول لي ناصر عباس في الفيديو تيست جاب كذا، في الأوفسايد تيست جاب كذا، في اختبار التربية جاب كذا، البدني نجح كذا، يعني دي كلها بتطلع على موقع الاتحاد عشان ما فيش حكم يطلع يشكك في القائمة الدولية. طب هو المفروض يا كابتن ناصر مش اللي بيحضر لمكان الكشف الطبي واللي بيحضر لمواعيد، يعني أنا حسب معلوماتي إن كان ميعاد الكشف الطبي ده المفروض كان يبقى امبارح أو النهاردة. واعتقد ان هو ما تمش، يعني مين المسؤول عن ده؟ وهل حاليا الكابتن تامر دوري تم اسناد ليه بعض الاختصاصات لمدير اللجنه مع الكابتن احمد ابو العيله؟ طب الكابتن احمد ابو العيله مكمل ازاي في ظل كل هذه يعني هذا التخبط اللي موجود داخل اللجنه؟ كابتن محمد بتكلم في جزء مهم جدا، اولا طبعا تامر دوري من الناس المحاضرين الكبار واعتقد عنده خبرات كبيره جدا جدا في موضوع القائمه الدوليه واكيد عاش القائمه الدوليه قبل كده في لجان سابقه. أنا مفيش واحد مش هيقدر يا كابتن، مفيش واحد لوحده ولا اتنين يقدروا يعملوا ترشيحات القائمة لأن فيها اختبارات زي ما قلت لحضرتك اختبارات كتيرة جدا 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 وبتتكلم في عدد كبير مش صغير. مين هو اللي هيوضع الاختبار يا كابتن؟ مين اللي هيحط اختبارات؟ مين اللي هيشرف على اختبارات الحكام؟ دي عملية قصة كبيرة. يعني أكيد. أنا بتكلم في إيه؟ الكلام ده بيتعملوا لجنة كاملة، لجنة كاملة مثلا على الأقل فيها 8 أو 9. كل عضو او كل عضوين مسؤولين عن حاجه، الناحيه الفنيه مسؤول عنها، الناحيه الفنيه اللجنه الفنيه، مسؤول الاختبارات اللي هو مسؤول معدي اللياقه البدنيه اللي بيجي من بره اللي هو بيقيم لك الاختبار البدني. الكلام ده لحد دلوقتي كابتن احنا مش شايفينه لحد دلوقتي. طيب انا عندي معلومه كابتن ناصر، عندي معلومه ومستغرب منها بصراحه. يعني خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا كان بيجي من الكاف الحكم الدولي السابق السنغالي امباكي، كان دايما هو اللي بيشرف على موضوع الاختبار البدني في القائمه الدوليه. المعلومه اللي جات لي ان المره دي اللي هيشرف الكابتن عصام عبد الفتاح ترشيح جاي من الخارج، هل ينفع ان يكون رئيس اللجنه الاخير اللي كان عنده بعض المشاكل مع الحكام واللي مشي بطريقه ليها علاقه بالتفاصيل الفنيه لشغله، ليه ما يجيش الكابتن احمد الشناوي، الكابتن جمال الغندور، حضرتك كمحاضر افريقي ودولي ممكن تكون موجود، بس عشان حضرتك معايا فمش عايز بس احطك في موقف يبقى فيه احراج، بس فين الكابتن جمال غندور؟ فين الكابتن احمد الشناوي؟ ليه ما يجيش امباكي من السنغال تاني؟ ليه الكابتن عصام تحديدا هو اللي هيشرف على اختبار الورنر تيست للحكام الدوليين؟ لا كابتن الكلام ده طبعا ما يصح، لا يصح ابدا ان عصام عبد الفتاح هيكون مشرف للاختبار البدني، الكلام دوت مش هينفع لسبب لان انا النهارده المفترض اللي بيشرف على الاختبار البدني في اي اتحاد اهلي خاصه بما يخص لجنه الحكام الدوليين هو بيجي من بره زي ما حضرتك قلت كده. ليه؟ لان اللي بيجي من بره كابتن هو اللي بيعمل التقرير اللي بيتم اعتماده من الاتحاد الدولي. اكيد. اولا عصام عبد الفتاح مش متخصص في اللياقه البدنيه ومالوش علاقه بالاختبارات ابدا، ولكن يجب ان يكون هناك واحد متخصص يتعامل مع الاتحاد الدولي ان هو بيبعت ارقام للحكام اللي بتتبعت. خلي بالك الموضوع مش سهل. اكيد. هو ممكن عصام عبد الفتاح مثلا لو هناك معسكر مثلا هو موجود فيه معسكر تبع الاتحاد الدولي هو ممكن يبقى موجود في معسكر فني لان هو راجل محاضر فني ولكن اللياقه البدنيه لا اكيد بيبقى فيه متخصص وده المفروض برضك احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي جاي. يعني انت النهارده عندك امباكي وده كان بيجي كل حدث كل سنه بيجي
يعمل القائمه الدوليه، بيعمل الاختبار البدني كله، بيسجله وبيبعته على الاتحاد الدولي، وبيبعت هو بمسؤول وبيمضي على الكلام ده كابتن محمد على فكره. طيب سؤال اخير كابتن ناصر، هل تتوقع بالفعل حدوث ازمه؟ كابتن هي الازمه موجوده من الاول يا كابتن محمد، وانا بقول اهو عدم الشفافيه والوضوح في البدايه دي ازمه لوحديها يا كابتن محمد. انا النهارده خلي بالك في حكام كتير هتعترض على ايه؟ انا ليه ما ترشحتش؟ طب انا ليه ما دخلتش؟ طب حضرتك ما قلتليش ليه من اول انا عندي اختبار؟ طب حضرتك ما قلتليش هتعيد امتى؟ كل ده يا كابتن، شوف يا كابتن محمد اكيد ما بني على خطا فهو خطا. أكيد. انا قلت البدايه لابد ان هي تكون صحيحه، يتم الاعلان عن الكلام ده قبل القائمه بشهر على الاقل، بتحط الحكام المرشحه والحكام الدوليين، بتحط اختباراتك ومواعيدها عشان الكل النهارده يبقى عارف هو بيشتغل على اي اساس. كابتن محمد بتتكلم في شيء مهم جدا للياقه البدنيه، خلي بالك الحمل لو نزل او طلع في فتره وانا داخل على اختبار ممكن يعمل لنا مشكله، ممكن يعمل لك مشكله في الاختبار، ممكن تسقط. عشان انا مش عارف امتى هجري، مش عارف امتى هكشف. يا جماعه الكلام ده في اي اتحاد اهلي تاني بتلاقي في ضوابط قبلها بشهر او بشهرين الحكام عارفه هي تعمل يا كابتن محمد. اتمنى وطبعا انا بحييك طبعا على اهتمامك، لان اللي انت بتقوله دوت هو محط يعني اهتمام من كل حكام مصر، مش بس كل حكام مصر، وكل الناس اللي بتسال مين هيحق ليه القائمه الدوليه. انا اتمنى من خلال البرنامج نوصل رساله لاتحاد الكره المحترم، يا جماعه حطوا لنا البلان بتاع ترشيحات القائمه الدوليه على الموقع عشان الكل يبقى فيه شفافيه حتى الاختيار. قولوا لنا مين اللي هيبقى مسؤول مسؤوليه كامله عن القائمه، مش هيبقى واحد ولا اثنين، مش هينفع يا كابتن محمد اطلاقا واحد ولا اثنين. كابتن ناصر عباس انا بشكرك جدا، ولولا ضيق الوقت كان في كذا موضوع كمان كنا هنتكلم فيه، بس بجد شكرا جزيلا ليك على كل هذه الاضافات والمعلومات في القضيه الخاصه بالقائمه الدوليه، لان احنا النهارده بندق ناقوس الخطر لمجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام. خدوا بالكم من القضيه اللي جايه دي، هتبقى فيها ازمه كبيره بالنسبه للحكام الدوليين في مصر.